السلام عليكم. قلنا سابقا أن الحاسوب مكون من هاردوير وسوفتوير، وتحدثنا سابقا عن الهاردوير وأنواعه، واليوم سأتكلم عن المكون الآخر الذي هو السوفتوير. السوفتوير أو البرنامج هو أي مجموعة من الإعازات اللي تخبر الهاردوير ماذا يعمل. البرامج هي تكون مسؤولة عن سيطرة وإدارة الهاردوير، وتوجد ثلاثة أنواع من السوفتوير اللي هي الـ Operating System، نظام التشغيل، أو ما يطلق عليه ببرامج النظام، وأيضا عندنا الـ Application Software اللي هي البرامج التطبيقية أو برامج المستخدم، والنوع الأخير هو لغات البرمجة أو لغة البرمجة. الـ Operating System هو نوع خاص من البرامج اللي يتحمل بشكل تلقائي عندما اليوزر يبدأ بتشغيل الحاسوب، ثم يقوم بفحص الهاردوير. بعد أن يتحمل يفحص الهاردوير وبعد ذلك يوفر واجهة لليوزر لاستقبال أوامر المستخدم. هو يعمل كوسيط بين الهاردوير وبرامج المستخدم. أبسط شيء عندما تفتح برنامج معين عن طريق الضغط على الايكون الخاص بالبرنامج، الكليك اللي يقوم بتنفيذه هو اعطاء امر الى الاوبريتنج سيستم ان يفتح هذا الملف. اكثر انواع الاوبريتنج سيستم المعروفه هي الويندوز والماك اوبريتنج سيستم ويونكس ولينكس. الابلكيشن سوفتوير يطلق عليها أحيانا ببرامج المستخدم هي برامج مصممة لجعل اليوزر أكثر إنتاجية ويساعدهم بأعمالهم اليومية، وتوجد عدة استخدام للأبليكيشن سوفتوير. مثلا هو يساعد في الحسابات المالية ويجعلها أكثر كفاءة، يستطيع تنفيذ أعقد العمليات الرياضية بثواني على سبيل المثال الأعمال المصرفية، وأيضا يساعد بالجرافيكس والمشاريع المولتيميديا. قلنا أن المولتيميديا هي تشمل الفيديو، الأوديو، الإيميج، التكست. أيضا يدعم المهام المنزلية، شخصية، تعليمية. كنا حاليا نستخدم الكمبيوتر بتحميل الملفات، الفيديو أو الأوديو، المحاضرات وغيرها. وأيضا يساعد في تسهيل الكوميونيكيشنز أي الاتصالات من خلال أبسط مثال عليه هو برنامج الويب أبليكيشن. نأتي إلى أنواع الأبليكيشن سوفتوير. أول نوع عندنا هو الوورد بروسيسنج سوفتوير أي معالج النصوص، يمكن اليوزر من خلق وتحرير الوثائق مثل المايكروسوفت وورد، النوت باد، الوورد باد. النوع الثاني هو سبريد شيت سوفتوير اللي يسمح لليوزر ان ينفذ حسابات عديدة ومعقدة. تفتح ورقة، هذه هي الورقة اللي تفتحها مثلا برنامج الاكسل، تشبه المصفوفة بها مجموعة من الاعمدة الكولوم والرو، وتظهر بتقاطعهم يعطيني مجموعة من الخلايا. يقوم اليوزر بإدخال الأرقام اللي يحتاجها، ممكن أن يدخل تواريخ تيست وثم إجراء العملية المطلوبة. أبسط مثال أنه نقوم بحساب معدل درجات الطلاب وغيرها من الأمور. من أشهر أنواع السبريتشيت سوفتوير هي مثلا الأكسل، اللوتس 1 2 3، وعند الأبل نمبرز. وثم عندنا البرزنتيشن سوفتوير تعرض المعلومات بشكل سلايدز، والمعروض أمامكم الآن هو ملف يعني أو برزنتيشن من برنامج المايكروسوفت باوربوينت. إذن عندنا الداتابيز سوفتوير اللي هي تسمح لليوزر أن يخزن ويسترجع من قواعد بيانات من داتابيز، تطبيقاتها مثلا سجلات البطاقة التموينية، هوية الأحوال،
ومن أمثلة هذه البرنامج هي الأوراكل والمايكروسوفت إكسل. المولتي ميديا سوفت وير اللي هي تسمح لليوزر بخلق وتشغيل فيديو وأوديو، مثال الريل بلاير، الميديا بلاير. والنوع الأخير هو الجرافيك ديزاين سوفت وير، تصميم رسومات يسمح لليوزر أن ينتج صور إعلانات مثل برنامج الفوتوشوب اللي يستخدمه أكثر المصورين. أما النوع الأخير من السوفتوير هو البروغرامينج لانجويج. عندما أكتب برنامج معين أحتاج لغة برمجية، وكل لغة لها قواعد معينة في طريقة كتابة الأوامر الخاصة بها تكون معروفة من قبل المبرمج. وتوجد ثلاث مستويات للغات البرمجة. الأدنى أول نوع أو أول مستوى هو Low Level Language أو Machine Level Language، هي اللغات اللي تكون مفهومة من قبل الحاسوب. ومثل ما قلنا سابقا أن الحاسب يتعامل ويا البيانات كصفر واحد، لكن قواعد هذه اللغات تكون صعبة بالنسبة لليوزر. ثم ظهرت Middle Level Language أو Assembly Language اللي هي أطور من لغة الماكينة، وتقوم بخلق Object Files ويتم تحويلها إلى لغة الماكينة حتى تتنفذ أو تتنفذ البرامج المكتوبة بها. أما المستوى الأخير هو High Level Language، أي لغات عالية المستوى تكون مفهومة من قبل اليوزر، هي أقرب إلى لغة البشر. وأشهر هاي اللغات هي لغة C++، Visual C#، Visual Basic، الجافا، جافا سكريبت. المبرمج هو الذي يطور السوفتوير ويكتب الإعازات التي توجه الحاسوب لمعالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة معينة لدى اليوزر باستخدام إحدى لغات البرمجة.